بنجدد الترحيب بحضراتكم اعزائي المشاهدين في اولى فقراتنا الحواريه النهارده. صباح التفاؤل عليكم جميعا. في اول فقره حواريه النهارده هنتكلم عن موضوع العنف ضد الاطفال والتاثير السلبي لهذا العنف. معايا احد المتخصصين في هذا المجال، بيسعدني وجود ضيفتي العزيزه الدكتوره اميره عبد الرازق، اخصائيه نفسي وتربوي. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بك. يمكن يعني موضوع العنف ضد الاطفال شفنا له حملات اعلانيه كتير وشفنا له دعايه كتير واتكلمنا فيه كتير، لكن انا عايز ابص للموضوع بمنظور مختلف شويه. في ناس ما زالت بتؤيد ممارسه نوع من انواع العنف ضد الاطفال وشايفه ان ده من صميم التربيه وواخده يعني من الموروث الديني، حتى في موضوع الصلاه مثلا فاضربهم في سبع مثلا، يعني على موضوع التدريب على الصلاة. في ناس شايفة ان الضرب لما كان موجود في المدارس كانت التربية بتطلع احسن. معلش انا عايز ايه افتح الموضوع من بشكل مختلف، فهل حضرتك شايفة ان ده صح ولا غلط؟ هو طبعا مبدئيا في البداية نتفق ان هو غلط. العنف كويس. بأي أشكاله، سواء العنف ده لفظي سواء بدني سواء عاطفي سواء نفسي، كل ده يعتبر مرفوض تماما، لأن الطفل كيان عنده احتياجات نفسية وعنده مقدمات بتأهل ان هو يبقى ان شاء الله انسان سوي اجتماعيا ونفسيا، وعنده ثقة بنفسه وعنده اعتزاز بنفسه وبشخصيته. فبالتالي العنف بأي أشكاله بيرجع كل ده لورا. تمام. فايه مبدئيا انا رافضه طبعا فكره العنف. وطبعا في ناس كتير فعلا زي ما حضرتك قلت لسه بتقول، يعني يمكن مقوله شهيره ان من يوم ما اتمنع الضرب في المدارس والدنيا باظت. بالظبط. انا متفق مع حضرتك، لكن برضو حابب ارد يعني على المعترض. يعني بالظبط، هم طبعا بيربطوا بين ان احنا وقفنا الضرب في المدارس وبان الطالب ما بقيناش قادرين نسيطر عليه ولا نسيطر على سلوكه، ما بقاش في تربيه. ما زال اهالي لغايه دلوقتي بيقول لك لا، بيربط التربية بالعنف بالضرب، ان انا عشان اربي ابني واسيطر عليه فانا لازم اضربه. فطبعا دي فكرة خاطئة تماما. اولا التعليم والسيطرة ما باظتش بسبب ان المدرس اصبح مش قادر ان هو يضرب، وهو يعني في بدائل غير الضرب، عنف بيمارس على الطفل مش لازم الضرب. صحيح مظبوط. ولكن امور تانية كتير. بالنسبة للضرب هو يعني ممكن يكون مؤقت، يعني مثلا انا بضرب ابني عشان يسمع كلامي دلوقتي، المدرس بيضرب الطالب علشان يلتزم دلوقتي، لكن هو اثاره السلبيه بعد كده بتتراكم وبتخلق شخصيه سلبيه جدا، بتخلق شخصيه ضعيفه، ثقتها بنفسها معدومه، او العكس، شخصيه عدوانيه، شخصيه عندها عنف تجاه المجتمع. فطبعا اثاره السلبيه يعني اثاره النفسيه سيئه جدا. يعني افهم من كده ان حتى ان كان الضرب هيؤدي الى نوع من انواع الانضباط في العمليه التعليميه، لكن مؤقت. الفايده كمان ان انا اطلع متعلم وشخصيتي ضعيفه. بالزبط. متعلم وجبان. بالزبط. متعلم ومش قادر اخد قرار. بالزبط. يعني حتى يعني التعليم مش فقط ان انا اخد شهاده، وخصوصا احنا بنتكلم عن نظام تعليم مازال برضو بيعتمد على الحفظ. يمكن الضرب ينبهك شويه انك تحفظ، لكن انك تفهم، انك تبدع، انك تبتكر، اعتقد ان هو كان قرار سليم جدا بموضوع منع الضرب. عايز اسال حضرتك برضو، حضرتك في المجتمع المصري اكيد في صور كتيره جدا من العنف ضد الطفل تمارس، فما اشهر هذه الصور في مجتمعنا؟ طبعا احنا عندنا العنف كلمه عنف على طول بنفسرها انها عنف بدني، يعني اساءه بدنيه وضرب وتجريح للطفل في جسده يعني. ولكن طبعا يمكن العنف البدني في بعض الاحيان بيكون اهون بكتير من انواع ممارسات من العنف الثانيه، بتاثر تاثير سلبي جدا على شخصيه الطفل. بمعنى ان انا مثلا، طبعا انا مش معنى كده ان انا بشجع العنف البدني، ان انا كأم مثلا ممكن اضرب ابني بس بعد كده اندم واخده في حضني مثلا واصالحه وحسسه بالاهتمام العاطفي، فبالتالي الاثار شويه ممكن يخف حدته. ولكن اصعب واسوأ انواع العنف هو العنف النفسي والعاطفي. بمعنى ايه العنف النفسي والعاطفي؟ بمعنى الاهمال لاحتياجات الطفل النفسيه والعاطفيه، الاهمال لمشاعره، وان انا ما اسمعوش، وان انا ان انا اسيء ليه، او ان انا استهون بيه او استهزأ بيه. امهات كتير جدا وبنلاقي اسر كتير جدا ان انا القبه بلقب هو مش بيحبه، اقول ده الفاشل مثلا، ده الغبي، ده كذا. كل دي تعتبر إساءة نفسية وإساءة عاطفية وعنف عاطفي تجاه الطفل. إن أنا ما اديش الاحتياج العاطفي اللازم، ما يحسش بحبي، ما يحسش باهتمامي، الانشغال عنه وإهماله طول الوقت،
دي كلها نوع من انواع العنف. انا شايفه انها من يعني يمكن من اشد اثارا على الطفل وتاثيره على شخصيته يمكن اكتر كمان من العنف البدني. طبعا العنف اللفظي ان انا اشتم اكون طول الوقت باستمرار انا بقول للطفل الفاظ سيئه او الفاظ سلبيه ده يعتبر نوع من انواع العنف اللفظي. دي بترسخ في تكوينه النفسي. انا هنا بلعب في تفكيره في افكاره في اتجاه نفسه لان الطفل في بدايه عمره يعني المراحل حياته الاولى هو بيستمد نظرته لنفسه انا صح ولا غلط انا كويس ولا لا انا محبوب او مش محبوب من نظره الام والاب دي. صحيح. فانا لما هقول له انت مثلا فاشل فهو مره واثنين وثلاثه هيبدا فعلا ترسخ في ذهنه ان هو فاشل ويبدا فعلا يتعامل من منطلق ان هو شخص فاشل. اذا كانت الام بتقول له انت فاشل يبقى المجتمع هيشوفه ازاي؟ فبالتالي هو احسن واحد. لا حضرتك هو نفسه هيشوف نفسه فاشل. بالزبط. هو هيتاكد وهيبدا يتعامل على انه فاشل وهيشوف نفسه فاشل ومن منطلق ان هو هيشوف نفسه فاشل. على فكره انت اللي بتعكس صورتك للمجتمع. يعني انا لو انسانه واثقه من نفسي وشايفه ان انا شخصيه كويسه وواثقه من امكانياتي وقدراتي فانا هجبر اللي قدامي اي حد في المجتمع هتعامل معاه ان هو يشوفني بالنظر اللي انا شايفاه. اكيد. عايز اسالك سؤال برضه. بنلعب هنا في نظره. اتفضلي يا فندم اتفضلي كملي كلامك. فبقول لحضرتك فبالتالي هي هنا دي نقطه خطيره جدا ان انت بتلعب هنا في تكوين نظره الطفل لنفسه وبالتالي نظرته لنظره المجتمع ليه. اكيد. طب اذا النهارده اتكلمنا عن خدش حياه الطفل بالالفاظ اللي هي اللي للاسف النهارده بقت دارجه في 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 البيوت. يعني ناهيك عن الشارع اللي بيسمعوا فيه وناهيك عن الميديا ناهيك بقى عن الافلام عن الكليبات عن الاعلانات اللي بيشوفها. يعني هل حضرتك شايفه ان ده نوع من انواع العنف الذي يمارسه ضد الطفل المصري؟ طبعا يعتبر من انواع العنف اللفظي او الاساءه اللفظيه ان انا كمان حتى لو بدخل موجهة لي. حتى مش موجهه لي بس انا بدخل جوه نفس الطفل وجوه مفاهيم خاطئه. يعني هو المجتمع كده حواليه كله في البيت بيسمع الفاظ اساءات طول الوقت فبيطلع ودنه خلاص متعوده ان هو يسمع الاساءات دي فبالتالي كمان هو هيكررها وهيقولها في المدرسه من اصحابه بيسمع كلام الفاظ وحشه كلام الدارج اللي احنا بنسمعه اليومين دول يجي للاعلام نفس الحكايه فبالتالي اصبح المحيط حوالينا الطفل. انا دلوقتي بغفل نقطه مهمه جدا تربويه ان خلاص الطفل ده اصبح هو ده الكلام اللي هو متعود عليه متعود يسمعه هيتعود يسمعه من اي حد هيبقى بالنسبه له عادي وهيتعود يقوله ويكرره ويبقى طبيعي بالنسبه له فيعتبر اساءه تربويه للطفل. يعني اكيد. يعني اذا برضو يا جماعه اللي عندهم اطفال في البيت بلاش الالفاظ اللي هي الخادشه للحياء او حتى وانت بتكلم صاحبك في التليفون حتى وانت بتكلمي قريبتك في التليفون حتى وانتوا بتكلموا اصحابكم حتى وانتوا في الشارع حتى لما حد انت بتبقى سايق مثلا معاك ولادك وواحد كسر عليك وبتشتم وبتقول الفاظ ده يعتبر احد انواع العنف ضد الطفل حتى وان كانت الاساءه غير موجهه اليه. انا معلش ليه تعليق بس على الموضوع ده. انا بيجي لي مثلا شكوى ان طفل تيجي الام بتقول لي المدرسه بيشتكوا منه عشان بيقول الفاظ وحشه وانا مش عارفه اعمل ايه وهو وانا عاقبته وضربته وكذا وكذا مفيش فايده مش عايز يبطل الفاظ دي. اول سؤال بساله لها الولد بيسمع الكلام ده فين؟ تقول لي اصل بابا ممكن يقول الالفاظ دي ويشتمها بس هو المفروض طب خلاص يعني هتعملي ايه؟ ما هو انت لازم عشان تعدل الطفل وتعدل سلوكه لازم تعدل البيئه المحيطه بالطفل. أكيد. فهو احنا نكون حريصين لان هو الطفل بيستمد قدوته وسلوكه مننا احنا الاب والام. هو زي ما انا بعمل لو شافني وانا عنيفه وعصبيه هو هيتعود يحل مشاكله بالعنف وبالعصبيه. لو شافني وانا بشتم وبقول الفاظ وحشه هيتعود ان هو كمان لما حاجه ما تعجبوش يقول لفظ وحش. صحيح. وبالتالي نكون حريصين جدا يعني حضرتك ذكرت النقطه دي ان احنا نكون حريصين جدا حتى لو مش تعامل مباشر مع الطفل بس في 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 محيطه ان احنا نلتزم. اكيد. طيب عايزك اتكلم برضو مع حضرتك في نقطه ثانيه. النهارده المجتمع بقى في بعض السلبيات اللي موجوده ظاهره زي ظاهره التحرش بالاطفال اصبحت موجوده وما خليش بقى يعني بلاش نحط راسنا في الرمل زي النعام ونقول ان دي احد الظواهر الموجوده. في مشكلات كتير جدا ممكن يتعرض ليها الطفل ودايما بتغيب المصارحه بين الاب والام وبين الطفل. الطفل بيوصل لمرحله ان هو بيخبي. هل حضرتك شايفة أن العنف الذي يمارس على الطفل وهو صغير ممكن يقوده بعد كده إلى شخصية انطوائية أو شخصية لا تصارح الأهل بالمشكلات اللي بيتعرض إليها وده ممكن يقودنا لفين في الآخر؟
طبعا هو من أسوأ الإساءة أو العنف اللي بيمارس على الطفل وبيأثر على شخصيته وهو كبيرة في كل حاجة، هو التحرش أو الإساءة الاعتداء الجنسي يعني. فهو الطفل لو اتعرض لحاجة زي كده ده بيكون بيأثر تأثير رهيب على وما اتعالجتش صح. لان يعني مهم جدا هنا رد فعل الاسره، وان الطفل يكون عنده زي ما حضرتك قلت بالظبط ان هو الطفل بيخاف يصارح. هو بيخاف يصارح ليه؟ لان رد الفعل من الام والاب بيكون في الحاله دي عنيف، سواء في الاتجاهين يعني، سواء عنيف على الطفل نفسه ان هو عنفه عشان هو سمح ان حاجه زي كده تحصل فبالتالي الطفل بيخاف، او الرد فعل نفسه خوف او الاحساس بالفاجعه اللي حصلت من الاب والام او كده بيخلي الطفل بيكون رد فعلهم قوي جدا فبيخلي الطفل يخاف من رد فعلهم، او ان هم يهملوا شكوته وما يصدقوهوش، وخصوصا لو الموضوع ده جاي من حد قريب جدا. فبالتالي في الحاله دي بيلجأ الطفل ان هو يخبي. طبعا ان حاجه زي كده يعني يجبتها الطفل جواه سنين طويله بتاثر تاثير في كل مراحل حياته، تاثير نفسي رهيب، وبيطلع يا اما سايكوباتي وعنيف وهو كمان يطلع متحرش، او يطلع هو شخصيه ضعيفه مهزوزه بيخاف من اي حاجه، ما بيقدمش على اي حاجه، عنده حاسس ان الدنيا حواليه ما فيش فيها امان، فبالتالي ما بيعملش اي خطوه، بيخاف يعمل اي خطوه جديده. فطبعا من أسوأ التأثيرات النفسية على الطفل يعني هي العنف. طب يعني لو فردنا بقى التأثيرات بشكل أوسع وكلمنا عن تأثير العنف على الطفل الذي سيتحول في يوم من الأيام إلى بالغ، والذي يتحول في يوم من الأيام إلى مدير، وحيتحول في يوم من الأيام إلى رب أسرة ومسؤول، يعني نربط العنف في الطفولة كمان بالأدلت بقى أو بالبالغين النهاردة؟ طبعا هو كمان انا عايزه بس اشير هنا لنقطه مهمه، ان معظم الاباء اللي بيمارسوا عنف على اولادهم، لان في اباء كتير جدا يعني بيمارسوا انواع من العنف على الابناء بشكل رهيب، صحيح، وبيبقى هو اصلا عارف ان ده غلط يعني، مش هقول لك مثلا هو تفكيره ان هو كده بيربيه، لا هو بيبقى عارف بس هو خلاص مش قادر ان هو يتحكم في اعصابه. بيكون معظمهم هم اشخاص تعرضوا للعنف وهم اطفال في الاغلب، ان هم الشخص اللي بيبقى عنيف مع اطفاله وهم صغيرين برغم من ايمانه بان ده خاطئ، بس هو بيكون هو نفسه خلاص اصبح هو العنف هو وسيلته الوحيده وقدرته على التعامل، فبالتالي هو اتعرض لعنف. هيبقى بقى مدير عنيف، هيبقى مدير ممكن سايكوباتي يعني، ممكن الانسان السايكوباتي ده مش شرط يمد ايده عليك او يضربك، ممكن يأذيك، ممكن يوقعك في مصيبة، ممكن يمارس عليك كل، ممكن ياخد منك حاجة مثلا هو عارف انها تهمك عشان بس يضايقك، فهو بيمارس كل الانواع العنف والإيذاء بكل طرقه عليك. فهو هيتحول كده، او هيتحول شخص جبان، مدير مش ناجح، مش قادر ان هو ما عندوش شخصية قوية ان هو يدير المؤسسة اللي هو ماسكها او الأسرة او الأسرة المكتب او الشغل او اي حاجة، او زوج شخصية ضعيفة او العكس يعني، يا كده هو للأسف هو العنف والدلال على فكرة الاثنين بيخلوا نقيضين يعني، اما شخص عدواني ده بالنسبة للعنف، يا اما شخص شخصيته ضعيفة وبالنسبة للدلع الزيادة، يا إما برضو شخص عدواني وتعود إن هو ياخد كل حاجة هو عايزها بكل الطرق اللي هو عايزها، يا إما شخصية ضعيفة وما يقدرش يعمل أي حاجة لوحده لأن عارف إن في دايما حد هو اللي بيعمل له كل اللي هو عايزه. يعني إذن فخير الأمور الوسط. طبعا عايز أتكلم عن شعرة معاوية اللي بين الحزم والسيطرة وبين ممارسة العنف. والله السؤال ده مهم جدا بصراحة، لأن دايما دايما لما باجي أنصح أم بالحزم فهي بترجمه على إنه عنف. ودايما هي تقولي انا مثلا عنيفه ما انا لازم ابقى حزمه، فهم فعلا يعني ناس كتير عايزين نفك المفهومين دول من بعض، ناس كتير جدا بتخلط بين المفهومين دول ورغم ان هما المفهومين متباعدين تماما. انا مش معنى ان انا اقول لك حزمه خليكي حزمه معناها ان انت تتعاملي الطفل بعنف، لا ابدا. هو الحزم معناها ان اولا في وسائل عقاب كتير جدا غير الضرب وغير الاهانه، اصلا انا لما بضرب وبهين الطفل ده مش وسيله عقاب، ده وسيله تنفيس، انا بنفس عن غضب جوايا انا، لكن انا مش بعاقبه، انا مش بضرب. دي الحقيقه. طبعا هو في الاغلب كده هتلاقي دايما اي اسره او اي ام واب بيضربوا ابنهم بيفضلوا يضربوا فيه لغايه ما بيفرغوا كل طاقه الغضب اللي جواهم في الولد. فبتلاقي بتكتشف ان ممكن يكون جرحه وعوره من غير ما يحس. فهو هنا ده، فانا ما اقدرش اقول ان انا بعمل كده عشان اربيه، لا انا بعمل كده عشان انفس الغضب اللي جوايا عشان اريح نفسي وباذي ابني في المقابل. فلا انا بقول لك حزم يعني في وسائل عقاب بديله، في وسائل تحفيز، الكلمه اللي انا هقولها هي كلمه ثابته لا مش هغيرها ولا هرجع فيها. طب بنسال معلش عشان ما نفوتش، بس ايه هي وسائل العقاب البديله؟
طبعا كل طفل، مش هقدر اقول لك الطفل ده اعمل معاه كذا وكذا وكذا وخلاص هيبقى 100 100، لا، انا كأم انا عارفه ايه الحاجات اللي انا اقدر اتحكم فيها بسلوك ابني. انا مثلا عارفه ان ابني بيحب زي مثلا يلعب البلاي ستيشن، تمام، فانا ممكن استغل البلاي ستيشن ده كوسيله تحفيز وعقاب في نفس الوقت، بمعنى ان انت البلاي ستيشن مسموح لك تلعب بيه مثلا في الويك اند، اليوم الخميس مثلا في نهايه كل اسبوع. طيب علشان هتاخد دي هنعتبرها مكافاه. طيب علشان المكافاه دي تاخدها هتعمل ايه؟ مطلوب منك طول الاسبوع الالتزام، تعمل واجباتك، تقوم بدور، تصلي صلاتك في اوقاتها، كل ده. طيب ما عملش كل ده يبقى هنعمل ايه؟ هنمنع البلاي ستيشن. طيب قاعد يتحايل ويعيط ومش عارفه مرة ايه، يا ماما اروح مديله البلاي. ده هنا بقى اللي اسمه ايه؟ ما فيش حزم، ان انا كلمتي مش ثابته. فهو هنا الحزم الثبات في ان انا احدد قوانين 1 2 3 هيمشي عليها الطفل، وخلاص الطفل بيبقى واذا عارف صدر خلاص. الاوردر ما هي نرجعش ماما فيه. قالت الامر خلاص، هو عارف ان خلاص الامر ده مش هيتغير، فهو خلاص الولد اصبح عارف، فبالتالي هو بينفذ. فهو هنا ده الحزم، وان انا اكون قويه، وان انا مش معنى كده ان انا قويه ان انا ازعق واعلي صوتي، لان الزعيق والصوت العالي ده ضعف مش قوه. فلا، هو ان انا اكون قويه، كلمتي واحده، في وسائل تحفيز استخدمها، افضل دايما ان احنا نجرب كل وسائل التحفيز الاول، ما نلجاش للعقاب خالص قبل ما نستنفذ كل وسائل التحفيز المتاحه بالنسبه لنا. لا، مفيش نتيجه، خلاص نبدا للعقاب السلبي، زي ما قلنا ان احنا بنمنع حاجه المفروض انها محفز بنمنعه. طيب حاجه تانية، ان مثلا هو بيخرج كل ويك اند امنعه من الخروج، مثلا بياخد حاجه حلوه في اليوم اشيلها، الكلام ده كله. في بقى الكورنر والحاجات دي ممكن برضو بتجيب مع الاطفال الصغيرين شويه، بانش كورنر وبتاع، اللي هو كرسي التفكير. بس طبعا الناس برضو بتستخدمه بطريقه غلط، تلاقيهم دخلوه في اوضه ضلمه وقفلوا عليه الباب ورعبوه، عملوا له جو رعب علشان ايه؟ ما يكررهاش تاني. هو مش هو ده الهدف، والهدف ان انا اقعد الطفل ما يتحركش، يفكر في الخطا اللي هو عمله، وبعد كده بنتناقش بهدوء. حلوه دي، يعني كرسي كده في البيت ده هتقعد عليه لما تعمل غلطه وفكر في الغلطه وبعد كده في نتكلم. اطفال بتعتبر الكرسي ده يعني قمه الاهانه يعني، بس ان هو بيتضايق جدا ان هو اتعرض للموقف ده، فبالتالي بيحاول يتجنبه. وبس بنقعده ونقول له فكر في الغلط اللي انت عملته، ناقشه بهدوء وخلاص. حلو ده، يعني مهم جدا ان احنا يعني نتعامل مع اولادنا بحزم لا بعنف زي ما الدكتوره قالت، ولكن برضو كل ده عشان ينجح يعني بنرجع للمثل الاشهر، لا تنهى عن فعل وتاتي بمثله عار عليك اذا فعلت كبير. مهم ده. اذا النهارده الطفل حس ان سيطرتك وحزمك هو نقيض او مناقض لشخصيتك الاصليه، يعني الطفل عارف ان انت مثلا بتكذبي وانت بتعاقبيه عشان موضوع الكذب، انت بتقولي له نظف وانت شربتي في الكوبايه وما شلتهاش، يعني بتكلميه عن الامانه وهو شايفك مش امين، يعني انت كأم او كأب، ايه الاثر الاضافي اللي بيقع على الطفل بقى في هذه الحاله؟ هو هنا كده القدوه بتنهار، هو اصلا يعني شايف كل حاجه انت بتطلبيها وبتعملي عكسها. فبالتالي انت يعني بيحس ان في الدنيا المفاهيم عنده هنا بتتلخبط، تمام. فطبعا اهم حاجه في الموضوع ده هو ان انا اكون قدوه. انا اصلا لما باجي اعمل تعديل سلوك لطفل ما بعملش تعديل سلوك للطفل الاول، بعمل تعديل سلوك للاسره، للمحيط اللي حواليه. ده اساسي، ان لازم بيبقى فيه تعديل سلوك للمحيط اللي حواليه، ان نعدل سلوكنا احنا الاول، عشان انا ممكن ابقى بشتغل من ناحيه مع الطفل وبعدين انتوا تيجوا تبوظوا لي الدنيا من ناحيه تانية. الطفل الصغير يعني احنا بنتعامل معاه لان هو مش فاهم، لا هو فاهم كل حاجه، هو بيفهم، شايفك وانت بتكذب وبتقول له الكذب حرام، طب انت منين انت كده يعني بتخلي عنده، وبعدين انت المثل الاعلى وانت القدوه وانت اللي بيقلدك في كل حاجه وانت اللي هو شايفك كبير في كل حاجه، فبالتالي هو اللي انت هتقوله عليه وهيشوفك بتعمله هيعمله. فبالتالي من اكبر الاخطاء طبعا اللي دايما بننبه ليها يعني ان الاب والام والمدرس اتعاملوا كقدوه للطفل. اذا ما كنتش قدوه يبقى كل محاولاتك في ضبط سلوك الطفل هتكون هباء هباء منثورا. طيب ونرجع تاني ونتكلم عن موضوع العنف مع الاطفال، وهنحدد تحديدا البنات، ونربط هذا العنف الذي يمارس على البنت الصغيره بالعنف ضد المراه وقضاياه واثره السلبي. فحضرتك برضو تقدري تقول لنا ما هي اهم يعني العلامات او اهم اشكال العنف التي تمارس ضد المراه الصغيره البنت الصغيره دي؟
معلش انا عايزه بس اوضح السؤال، هل هو العنف ضد البنت في الاسره في نطاق الاسره، ولا بقى احنا العنف النفسي العنف بشكل يعني عام؟ لا بشكل عام اثر العنف النفسي على البنت هل يختلف عن الولد؟ هل بعد كده قصدك اثره يعني اثره هل اثر العنف ضد الطفله بعد كده ممكن يسيب اثر سلبي اضافي عن الولد، ونربطه برضو بالعنف ضد المراه في المجتمع حتى وان كان عنف لفظي او كان عنف نفسي، وبعد كده يعمل لنا ام عندها مشكله؟ طبعا هو وللاسف يعني يمكن ده بيتهيألي موجود كتير قوي. يعني انا كتير بشوف امهات وستات هم معرضين للعنف من ازواجهم وكانوا بيتعنفوا من في البيت، لان احنا دايما وبالذات زمان يعني في الفتره اللي قبل المرحله اللي احنا فيها دي كان، فتلاقي في جيل دايما مهزوز، هتلاقي دايما بينظر للبنت على انها في يعني ممنوع عنها كل حاجه، انها لا مش زي الولد، الولد حر يتحرك براحته. ده اللي انا بتكلم فيه. الولد حر يتحرك براحته ويخرج ويروح ويجي هو ما فيش غلط عليه، لكن انت لا كل حاجه بحساب وكل حاجه ممنوعه والغلطه عندك بحساب، فبالتالي بيكون العنف هنا اكبر، فبالتالي احنا بنخلق هنا شخصيه انعزاليه منعزله عن المجتمع، شخصيه ضعيفه، شخصيه ما تقدرش تدير اسره، ما تقدرش تربي ابناء اقوياء عندهم شخصيه قويه. فطبعا هي هنا دي بالعكس انا شايفه ان البنت والمراه هي الاهم في النقطه دي، ان هي اللي بتربي وهي اللي مسؤوله اكتر عن التعامل مع الاطفال، فبتيجي تلاقيها حتى في بعض الامهات بتكون شخصيه ضعيفه كمان قدام اولادها، فهي خلاص اتعودت انها بتتعنف، اتعودت انها ما فيش ثقه بالنفس، ما فيش حياه اجتماعيه سليمه قويه، فبالتالي بتطلع كل ده بينعكس على اطفالها كمان وتربيتها لاولادها. يعني اذا العنف ضد الاطفال وضد البنت تحديدا اثره الاجتماعي في الاخر هيكون مضاعف، يعني اضعاف طبعا الولد كمان، بخليها تتقبل انها كمان تتهان من زوج. يعني خلاص هي اتعودت، يعني صحيح. انا لما بابايا انا بنضرب وتعودت ان انا انضرب وتعودت ان انا اتهان ويتقال لي الفاظ وحشه وتشتم والكلام ده كله وانا طفله صغيره، فشيء طبيعي لما هتجوز مثلا يعني هيبقى طبيعي ان زوجي ممكن يمد ايده عليا، ممكن يشتمني، ممكن يضربني، ودي اكتر الحاجات اللي المفروض مش مقبوله، مش مقبول الاطفال يشوفوا النموذج ده كمان. فبالتالي هو خلاص بتتعود المراه على النوعيه دي من المعامله وبتتقبلها وبتعيش مستكينه طول حياتها خاضعه للسلوك ده، فهو هنا الخطر يعني. اكيد. طيب عايز اتكلم برضو عن موضوع الانحرافات السلوكيه عند البالغين وعلاقتها بالعنف ضد نفس الشخص لما كان طفل. ايه هي اشكال هذه الانحرافات السلوكيه اللي ممكن يبقى يتعرض لها الكبير يعني؟ طيب انا هقول لحضرتك، هو في اضطراب اسمه اضطراب الشخصيه الحديه بوردر لاين بيرسوناليتي. الاضطراب ده هو يمكن من اكتر الاضطرابات اللي غالبا هتلاقي معظم المراهقين، مش معظمهم يعني مش عايزه اقول معظم المراهقين مضطربين، معظم المراهقين اللي تعرضوا لعنف وخصوصا من الام والاب في المراحل الاولانيه في حياتهم هم بيكونوا اشخاص مضطربين نفسيا، وفي الاغلب بيكون هو الاضطراب ده بوردر لاين بيرسوناليتي، وعندك بقى الاكتئاب واضطراب الاكتئاب والقلق والحاجات دي كلها برضو بتبقى موجوده، بس هو الاكتر هو الاضطراب ده. الاضطراب ده اسمه اضطراب الشخصيه الحديه، بمعنى ايه؟ بيكون الشخص على الحدود من كل حاجه، يعني هو بيحب مامته وبيكرهها في نفس الوقت، هو الفطرة بتاعته أنا بحب أمي عشان هي أمي، طيب سلوكها بيخليه يكرهه، بيخلي الطفل يكرهها، فبالتالي بيبدأ هو يتحط هنا في صراع ما بين كل حاجة، ما بين أنا بحب أسرتي بحب بابا وبحب ماما، وما بين أنا بكرههم وهم بيعنفوني وهم بيضربوني وهم أذوني في حياتي كتير وهم طلعوني شخصية ضعيفة، بيطلع عنيف، بيطلع عنده عنف رهيب ما بين الهدوء اللي تلاقيه شويه هادي وكويس ونفسيا ممتاز، وشويه تاني عصبي وعنيف وعدواني وانفعالي، بيحاول ان هو يأذي نفسه علشان يأذي غيره. يعني انا مثلا عايزه أذي امي وابويا لان هم اذوني، فانا بأذي نفسي عشان أذيهم، يعني هو ده بيكون بالظبط سلوك، فبتلاقيه بيجرح نفسه، هتلاقي معظمهم بيجرحوا نفسهم، بيشرطوا ايديهم، بيجرحوا نفسهم، بيحاولوا محاولات انتحار وهميه، يعني هم مش بينتحروا فعلا، هم مش زي مريض الاكتئاب ان هو بيكون فعلا عايز يتخلص من حياته. وقد يقودنا الى الساديه الموضوع، او موضوع التلذذ بتعذيب الاخرين والحيوانات. بالزبط. بنشوف طفل ماسك قطه او بنشوف واحد بالغ ماسك قطه بيضربها وماسك كلب بيعذبه او مزوش ان هو كمان بيعذب نفسه، ما هم بيمسكوا بالمشرط وبيجرحوا ايديهم وبيجرحوا نفسهم انتقاما من كل حاجه حواليهم وانتقاما من نفسهم. فكل دي مظاهر من مظاهر من اسباب العنف، بيكون تدور في الاخر
يعني لما بتيجي بتمسك الحالة وبتبحث في تاريخ الحالة بتلاقي في النهاية السبب الرئيسي هو أن الطفل ده اتعرض لنوع واحد من العنف على الأقل، سواء من الأب أو من الأم أو من المقربين أو من أو عنف أو اعتداء جنسي أو أي حاجة، فبتلاقي بيكون ناتج دايما شخصية بالشكل ده. سؤال أخير في عجالة عشان الوقت بيداهمنا، وأنا فعلا كان نفسي الفقرة دي تبقى يعني مدتها أكبر من كده بكتير، فقرة ممتعة ومفيدة فعلا. كيف لنا كآباء أن نتدرج في العقاب بحيث أن احنا نوصل لمرحلة قبل العنف وستوب؟ لأن أحيانا بتلاقي أن يعني قبل العنف على طول في التعنيف أو الشد على الطفل، تحس أن الأم أو الأب يعني جايبين آخر درجة على كل على طول على طول كده على الغلطة الصغيرة زي الغلطة الكبيرة زي الغلطة المتوسطة. كيف يمكن لنا أن نتدرج في العقاب وفي نفس الوقت لا نتخطى حاجز العنف؟ هو حضرتك السؤال ده مهم جدا، بس انا بصراحه شايفه ان 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 عشان نوصل للهدف ان الموضوع لازم يكون فيه حمله اعلاميه قويه جدا على ان فعلا تاثير العنف السلبي على الطفل. انا دلوقتي كأم لو انا مش بقدر اتحكم في انفعالاتي واعصابي وكل شويه بوصل زي ما حضرتك قلت كده بوصل لاخر مرحله مره واحده سواء الخطا صغير او كبير انا خلاص، فانا بطلع الانفعال اللي جوايا. بس انا لو مره والتانية والتالته عرفت وتاكدت وشفت ولمحت ان ابني بدا يتاثر نفسيا وبدا هيبقى شخصيه ضعيفه هبدا انا خايف، فانا هعمل ايه؟ يعني هو الموضوع ان شغله مع نفسك، انا اشتغل على نفسي ان انا اتعود انا اتحكم في انفعالي شويه، ان انا اعمل اي حاجه اي طريقه غير ان انا ابعد عنه دلوقتي. اشوف التنظيم مع الاطفال على فكره مهم جدا، يعني الطفل لما تسيبه كده وتقول له مثلا ابعد عن التلفزيون مش هيبعد عن التلفزيون، لكن لما تقول له ليك ساعه واحده هتتفرج على التلفزيون في اليوم من الساعه كذا للساعه كذا هتلاقيه مشي على النظام اللي انت عملته، اللي هو التحديد ان انا اكون عامله له روتين ثابت وبيكون فيه محفزات زي ما قلنا والعقاب بيكون اخر حاجه بنوصل لها، فانا اريح دماغي كأم انا عارفاه وعارف هو بيجي من المدرسه مطلوب منه كذا وكذا وكذا، اعملي بقى جدول تحفيز، اخترعي فكري انت كأم ابداعي في ان انت تحفزي ابنك على ان هو يقوم بدوره وما يبقاش هو العنف هو البديل الوحيد، ان انا خلاص بقيت على طول بروح مصرخه في وش الولد واشتمه واضربه مثلا سواء على حاجه صغيره على حاجه كبيره كله زي بعض، خطا كبير خطا قليل بروح هو ده لان هو ده طريقتي انا في التنفيس عن انفعالي. اكيد يعني ايها الاباء والامهات احذروا وانتم تعاقبون اطفالكم، ان انتم احيانا بيكون المشكله النفسيه عندكم انتم اللي بتفرغوا غضبكم منهم على الطفل، انت مش بتعاقبه بس انت بتعاقبه، وزي ما دكتوره اميره بتقول انت احيانا بتكون بتفضل تضرب فيه او تعاقبه عشان انت تفش غلك او عشان انت تستريح. خلي بالكم من الموضوع ده مهم جدا، الطفل عمره ما كان ند، الطفل منك يعني هو حته منك، عمره ما كان ند ولا كان يعني واحد تتحاسب معاه زي ما بتحاسب الناس في الشارع. تيك كير وخلي بالك ان ابنك ده يعني حاجه لينه قوي وطريه قوي وسي دي فاضي انت اللي بتملاه، ورقه بيضه وانت اللي بتكتب فيها. دكتوره اميره عبد الرازق اخصائي نفسي وتربوي، بشكر حضرتك جدا 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 على هذه الايضاحات، اتمنى ان كل ام وكل اب يكونوا شايفين النهارده يكونوا استفادوا منها. ان شاء الله. شكرا يا فندم. شكرا أعزائنا المشاهدين، موضوع جديد وفقرة حوارية جديدة بعد الفاصل، تابعونا.